نعود إلى هذه التظاهرة الحاشدة في مدينة مالمو السويدية، كما نتابع في هذه الصور مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، وكنا قد تابعنا عمليات اعتقال قبل قليل وسحل لعدد من المتظاهرين من هذا المكان. هذه التظاهرة التي تأتي بالتزامن مع فعالية يوروفيجن الغنائية في مدينة مالمو السويدية. إذن قوات الأمن كما نتابع تنفذ حملة اعتقالات لنشطاء ومحتجين متضامنين مع فلسطين في محيط فعالية الأغنية الأوروبية في مالمو. هذه التظاهرة التي بدأت منذ ساعات وتستمر حتى الآن كما نتابع في هذه الصور. إجراءات أمنية مشددة إذن في محيط مكان الفعالية. إذن الحرية لفلسطين يقول هؤلاء، ورفع للأعلام الفلسطينية. هذه المدينة التي تشهد مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وداعمة لغزة ولفلسطين منذ أيام، وهي تتواصل اليوم أيضاً.